سنة خمسة يونت 1 لسون 1 بارت 2 الدرس الأول الجزء الثاني للوحدة الأولى. ما ننساش اللايك والشير ونفعل الجرس ليصلكم كل جديد وكمان الاشتراك في القناة. What's your favorite food فريدة؟ ما هو طعامك المفضل يا فريدة؟ لو ركزنا في الجملة دي الاسم جه اخر حاجة قبليه الصفة قبليه صفة الملكية دايما كده او زي ما اقول my favorite food زي my red car صفة الملكية your ل you انت your favorite food طعامك المفضل. دايما نتلخبط في ان احنا بنرتب الجمل بالعربي للانجليش من العربي للانجليش. فانا لو عارفة ان صفة الملكية بعديها الصفة بعديها الاسم هعرف ارتب. نستفيد من الجملة دي ترتيب في السلايد اللي بعدي. ودلوقتي punctuation علامات ترقيم الW capital apostrophe S كما لان عندي اسم علم وهو فريدة اخر الجملة وضع كما. يبقى لما نشوف اسم علم اخر الجملة قبليه كما. طب شفنا اسم العلم اول الجملة بعديه كما. علامة الاستفهام question mark لان الجملة عبارة عن interrogative استفهامية. نيجي للجملة التانية that's easy it's chocolate. الاثنين دول كل واحدة منهم جملة منفصلة. طيب punctuation اللي فيها التي لانها جت في اول الجملة فاول حرف منها كابيتال والابوستروف والاكسكلاميشن مارك. الاكسكلاميشن مارك علامة التعقب. الجملة التانية الاي كابيتال ابوستروف فول ستوب. تمام. نيجي على الجملة التالتة الكابيتال ام لانها في اول الجملة وفول ستوب. ايه معنى ذاتس ايزي؟ ده سهل خالص. It's chocolate. دي شوكولاتة. I love chocolate too. أنا بحب الشوكولاتة برضو. But لكن it isn't. إنها ليست healthy صحية. Is it? أليس كذلك؟ الجملة دي ترتيب و punctuation. Punctuation الام capital full stop البي capital لأنها بداية جملة جديدة والأبوستروف تي اختصار للأو في نوت وكاما وكويستشن مارك. انتوا لسه صغيرين ما تعرفوش حتة is it دي سؤال مزيل. السؤال المزيل ده اللي هو من أول but it isn't healthy is it. كلمة is it هنا دي قاعدة اسمها السؤال المزيل بنفي او بثبت الجملة. هي بتقوله دي مش صحية اليس كذلك بس اديها اثبات. لو انا بديتها بنفي اديها في الاخر اثبات اهو isn't healthy بعديها is it. طب افرض بالعكس قالت له it is healthy انا هنفيها بقى بالمزيل اقول له isn't it. انتوا لسه صغيرين على الكلام ده. نكمل rearrange رتب. طبعا هنبدأ الجملة باللي تحتيها خط what. لو انا شاطر كده وقريت القطعة وسمعت الشرح هعرف احل. الجملة التانية اولها it's الجملة التالتة أولها I الرابعة أولها but. علامات الترقيم مجردة. الجمل اللي قدامي مجردة هنتعامل معاها ازاي؟ هنحلها ورقة وقلم ونكتب الجمل اللي قدامنا دي وبعد كده نرجع للباراجراف سواء برضو في الكتاب الخارجي او كتاب المدرسة ونشوفها محلولة ازاي. وبعد ما نشوفها
ايه اللي ناقص فيها وكملناه نرجع نحلها تاني لوحدنا، نخبي الحل ونقفل الكتاب ونجرب نحلها لوحدنا، بحيث ان احنا لما يجي الامتحان نبقى عارفين علامات الترقيم ايه هي. punctuation marks. I think، انا اعتقد. rearrange، رتب. طبعا انا موفرة ومسهلة عليكم حتة الترتيب، ان اغلب الجمل اول كلمة منها معمول بالكابيتال، يعني مثلا الجملة الاولى اول كلمة فيها كابيتال مش هي اللي هتتحط اول واحدة في الترتيب، لا اي، وبعد كده نكمل. تاني واحدة اتس، تالت واحدة واتس، رابع واحدة بات، خامس واحدة وي. علامات الترقيم ديت هتتحل ازاي؟ بان احنا نبص للجملة كده مجردة او يعني كلها غلط، ارجع للقطعة وشوف معمولة ازاي، وتاني جملة نفس الموضوع، وتالت جملة. طيب هنتعامل معاها ازاي؟ هنكتبهم في ورقة، نذاكر هنكتبهم في ورقة ونرجع للباراجراف تاني، سواء هنفتح الكتاب الخارجي كتاب المدرسة تمام، واشوفها محلولة ازاي في القطعة. خلاص انا فهمت ايه اللي ناقص فيها، ارجع احلها تاني لوحدي. I انا love mango. rearrange، رتب. اول جملة هناخد اول كلمة في الترتيب وي ونكمل ترتيب، تاني جملة برضو نبدأ بوي، التالتة نبدأ بماي، الرابعة نبدأ به، الخامسة نبدأ به، والترتيب ده يبقى في كشكول او في ورقة، وبعد كده نرجع للقطعة في الكتاب ونتأكد من حلنا صح ولا غلط. مع تمنياتي ليكو بالتوفيق يا سنة خمسة. Miss Marie.